متميزين بيها. اشكرك يا استاذ رزق. احنا ليه الكلام ده بنقوله بقالنا 100 سنه وما عملناش حاجه؟ بامانه لا نلوم المواطنين، يعني المواطنين نعذرهم ان هم بيسالوا هذه الاسئله، نلوم فقط لا غير الحكومات المتعاقبه ومنها الحكومه الحاليه، لانه الفكره كما تحدث استاذ احمد، انا عندي المعلومات ده وزي ما حضرتك قلتي في المقدمه، انا عايز احولها الى قوانين. يعني ايه قيمه ان احنا قدينا كام سنه بنتكلم ان مشكله مصر هي مشكله التعليم والصحه؟ تقريبا ما فيش برنامج في مصر ما بيتكلمش عن مشكله مصر التعليم والصحه. التعليم قاطرة التنمية. ايوه، لكن محدش بيتكلم كلام، او يبدو ان محدش عايز يتكلم كلام محدد نحاسب عليه ناس محددين. ده الاصل في القضية. على سبيل المثال انا اللي لفت نظري للامانة والموضوعية ان انا هذه المعلومات والبيانات اطلع منها بمؤشرات وقوانين وتفرض وتنفذ. صحيح. كان في تحرك جيد لما الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الشهير اللي هو كان من حوالي 3 شهور او 4، لما قال ان انا قابلت اللي هو ابو بكر الجندي، كان في عيد الشرطه، قابلت ابو بكر الجندي امبارح وقال لي ان عدد نسبه الطلاق في مصر وصلت الى 40%. صحيح. ولما اتكلم مع شيخ الازهر يومها، يا شيخ تعبتني معاك، كان في مزاح، يعني مزاح يعني ما اعرفش، ربما مختلط ببعض الجد، والشيخ قال انه ما ينفعش وطلع، وكان في معركه جدليه شهيره جدا. بس المعنى ده هو ان انا عايز تحرك، بغض انا مش عايز اقول ان انه صح فقهيا، مش عايز ادخل في الجدل الفقهي، بس ازاي اقدر اوصل في حاجه زي الطلاق، وده وباء كارثي بينتشر في مصر، انتشار النار في الهشيم، وتسعه في بمناسبه الارقام، في 9 مليون طفل نتيجه حالات الانفصال. طيب ال 9 مليون طفل دول، مش دول خطر على الامن القومي؟ طيب ازاي احل بقى؟ ده هو ده احل بقى، ان انا اقول ان انا هعمل قوانين، اقول ان الراجل اللي بيجوز بنته تحت ال 18 سنه ما اعرفش فيه غرامه 300 جنيه مسجنه عشان يبقى عبره للراجل التاني. بص الاستاذ طنطاوي عشان هو بتاع السلطه التشريعيه. لا الاستاذ احمد كان الله في عونه يعني، ماشي يعني. انت بتشكرك على انت بتقولي له المطبخ والراجل بعيد شويه في الصاله، لسه مش في المطبخ، ماشي في الصاله هيوصل ان شاء الله. فانا اوصل للكلام ده ان انا اعمل قوانين رادعه في المأذون او مأذونين بيزوروا البطاقات دي وبيتلاعبوا في الورق. ما دي عايزه، عندك القانون موجود بس ما حدش بيطبقه. عندك، بص احنا عشان نطبق هذا التعداد تطبيق حقيقي، انت عايزه تعالجي عدد كبير من مشاكل مصر، واولها مشاكل الفساد بتاع المحليات. هتعالجه ازاي؟ في جزء ان انت بيبقى عندك رؤيه واضحه ومحدده ورغبه او اراده سياسيه زي ما بيقولوا، وعندك حد بيطبق. لان انا تعبت يا استاذ طيب من ترديد كلمه الرؤيه. طيب ممكن تخلوها خطوات محدده؟ طيب اسهل شويه عشان بس ما الخطوات يعني المحدده انا بقول لك لا يعني لا ما انا مع حضرتك، بس انا اقصد ان طول الوقت رؤيه وعدم رؤيه، ان لدرجه الناس انا قلت في البدايه الناس عايزه حضرتك تحللها. يا استاذ رشا، ما انا قلت الرؤيه بمعنى ايه؟ ان انا الاول متفق، يعني الجزء اللي قاله الاستاذ احمد في البدايه ان احنا الاول عايزين نتفق على يعني الاصلاح الاقتصادي. احنا عارفين ممكن في طريق، بس الطريق ده ممكن ادخل له مباشر، ممكن الف، ممكن اعمل على الاقل حد ادنى من الرؤيه، بمعنى ان انا مش الخناقه الشهيره بتاعت الاقتصاد. هي دي نظريه في الاقتصاد قالها الدكتور احمد جلال مره، في نظريتين، التنميه بالسياسات ولا التنميه بالمشروعات، ودي مدارس على فكره بس موجوده في الفكر الاجتماعيه. دي النقطه الجوهريه. انا بحسم انا مع مين؟ انا هبني اسكان اجتماعي كتير جدا للناس. السياسات هي اللي هتقول اي مشروعات بالظبط. هبني هي اللي هتقول اني مشروعات. هبني مساكن شعبيه في الاقصر واسوان واسيوط والمنيا، ولا هبني في الساحل الشمالي؟ هعمل مشروعات، هدي اعفاءات جمركيه وضرائبيه وكتير جدا للراجل اللي يعمل مصنع في اسيوط، بس اللي هيروح يبني في الساحل الشمالي هفرض عليه 100% ضرائب. هو ده الانحياز الاجتماعي. ايوه، بس في قانون الاستثمار الجديد السيده سحر نصر قالت لي ان في حوافز كتيره خاصه بمساله الصعيد. اذا لدينا القانون وانجزه البرلمان. اطبق ده لانه عشان الراجل ما يجريش من اسيوط والمنيا وسوهاج يجي يشتغل بواب ولا نجار ولا بتاع. طيب انا عايز اناقش استخدام الادوات، استخدام الادوات الماليه في توجيه الاقتصاد ناحيه الانتاج بدل من اقتصاد الخدمات اللي احنا دلوقتي الحقيقه مكثفين نشاطنا فيه، واللي هو زي ما كان بيقول الدكتور مش ده اللي هيعمل النهضه. طيب انا عايز